شكرا للزميل العزيز عبد العزيز البكر، شكرا للكباتن الكبار في الاستوديو التحليلي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي أعزائي أحبائي في كل مكان، طيب الله أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا متابعينا مستمعينا عشاق دوري روشن السعودي، هنا حصريا على SSC، واللقاء المنتظر ما بين نادي النصر ونادي أبها، هنا في حضرة صاروخ ماديرا، هنا في حضرة الدون كريستيانو رونالدو. الأسبوع 21 من مسابقة دوري روشن السعودي، ولكن قبل أي شيء، السلام الوطني للمملكة العربية السعودية. كومنز أنا استعد من أجل أحداث البداية وصافرة نزلت لمحاولة أمامية عند اللي قدامنا المهاجم القادم من سون. أندرسون يعلي واحدة عالية في الجانب الآخر عند رونالدو اللي يلعبها برأسه، كانت صعبة عليه حاول معاها، والكرة إلى خارج أرضية الملعب وفيها راية مرفوعة، تسلل ضربة حرة غير مباشرة. لمسة عند أندرسون تاليشكا اللي بيقع على أرضية الملعب فيها صف. عبد الرحمن غريب 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 يا غريب يا غريب. كايسيدو 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 هرب كايسيدو يا ولد يا كايسيدو. أبها وهنا سعد بجير سعد بجير ونواف العقيدي رجعت على طول عند أمين الصعطوشي. أمين عطوشي يتقدم مبكرا لمصلحة أبها. 1-0 1-0 من بدري من بدري من بدري. أمين عطوشي يسجل الهدف الأول لمصلحة نادي أبها في الدقيقة 6-1-0. هو أمين عطوشي اللي يسجل الهدف الأول في الدقيقة 6-1-0. بعد العودة للفرة باليني بيقول الكرة تسلل، بيقول الكرة راية مرفوعة وتسلل، وبيلغي الهدف الأول اللي كان سجله أمين عطوشي. اتلعبت الكرة للكرة عند فيليبي كايسيدو إلى سعد السلولي، ولكن عبد الإيزا كورة الكرة أمامية عند رونالدو، رونالدو عايز يعدي مع سعد ناطق إلا وضربة ركنية. عبد الرحمن غريب يلعبها عالية، غريب محاولة تاليشكا براسه لسه ما خرجتش لعبد الإله العمري، ولكن هنا زكريا سامي ويصفر رابليني خطأ ضربة حرة. ليهم عبد المجيد لعب كرة عالية محاولة عند سلطان الغنام جوه منطقة مع الكرة سعد السلولي، يمر سعد السلولي بعرض الملعب لكن رابليني أمامية. محاولة من اليمين عبد الفتاح آدم آدم، ولكن التسديدة من أحضان نواف العقيدي ومع سلطان الغنام، وهنا التدخل من لويس جوستافو. نادي أبها سجل 9 أهداف، وكرة طويلة من جوستافو ومحاولة إلى لسعد السلولي، البينية حلوة لآدم اللي يسدد ضغط عن فارو جونزاس عند سعد بجير. هنا الخطورة هنا الخطورة هنا الخطورة هنا الخطورة هنا الخطورة هنا عبد الفتاح آدم اللي بيسجل وبيرفض إنه يحتفل. دفاع النصر يكبد النصر ثمنا غاليا، هدف أول عن طريق عبد الفتاح آدم. 1-0 1-0 3 من لعيبة أبها على 5 من لعيبة النصر، وينجح عبد الفتاح آدم في الدقيقة 26 في التسجيل من قذيفة داخل المرمى. 1-0 شوف الكورة والعودة من سعد بجير، وهنا يعلي الكرة الأمامية عند تاليسكا. هنا المحاولة ولكن هاي الغنام يلف الركنية العالية والرأسية، لسه محاولة حلوة لسعد السلولي. سعد السلولي يلعب بينية يا راجل. غريب غريب لعرضية عالية من غريب، ولكن الزوري طلع. كايسيدو كايسيدو خطيرة خطيرة خطيرة، وهنا التدخل والإنذار تقريبا. وسعد بجير سعد بجير خبطت في الحيطة، ولكن اتلعبت سريع عند عبد الرحمن غريب. يا لعيب يا لعيب يا عبد الرحمن يا غريب، لكنها خبطت في المدافع وغيرت اتجاهها والى نفسه، لكن نزلت عند كايسيدو بينية حلوة حلوة عند آدم، ولكن في النهاية عند سلطان الغنام. فيها خطورة فيها خطورة فيها خطورة العرضية فيها خطورة. رونالدو هرب رونالدو عرضية من رونالدو ومحاولة لبنان يلف العرضية جوه المنطقة. رونالدو استلم هيئة للصاهب جوستافو يلعب كرة عالية حلوة وصلت عند غريب. جوستافو رجع عند لويس جوستافو عرضية رونالدو ولكن في النهاية سهلة عند ديفيز إيباسي اللي يمسك الكرة بكل هدوء. رونالدو حاول ولكن هيبة على يسار الشاشة بيلعب بحارس المرمى ديفيز المنطقة. غريب غريب لعرضية من غريب لتاليسكا. يا لعيب يا لعيب، لكنها بمحاباة القائم الأيمن. أول كرة خطيرة بعد
15 ثانية. عرضية روعة من غريب، قابل معاها باكورد أندرسون تاليسكا لكنها على يمين الباسي جوستافو من الجانب الأيسر. العرضية عالية عالية، الباسي طلع، نزلت الخيبري إلى مران، مران بينية حلوة لغريب، غريب يا راجل يا راجل، عندك زاويتين يا راجل، لكن يسدد وحش ديفيز إباسي إلى ركنيه يا راجل. زكريا سامي بينية حلوة يا لعيب، ولكنه في العقيدي، والمرة دي غيستن كونان لسه الخطورة، ويطلع يمسكها نواف العقيدي، ومطالبة بركلة جزاء من سعيد اليامي، لكن حكم المباراة بيقول العب إلى كرة طويلة لكنها لخارج الملعب وإلى رمي التماس. إيه الإثارة دي؟ رابايون اللي أرسل عرضية عالية حلوة، رونالدو براسه لكن المعالية، تاليسكا استلم، تاليسكا، تاليسكا مرمى عرضية لكن أفلين المرمى لعيبة أبها، أفلين المرمى لعيبة أبها، مش من غزلان لكن عطوش يطلع، نزلت لجوستافو ياخد عدة، لو عدة لو عدة، لعب بينية حلوة لسعد بجير ولاكو إلى تاليسكا، تاليسكا لعب الكرة لرونالدو، رونالدو وسع، رونالدو يا راجل يا رونالدو لتاليسكا تاني حلوة لعبد الفتاح، آدم آدم والعقيدي، نواف العقيدي خارج الملعب، مران يلعب عرضية عالية، مران رونالدو من مسافة بعيدة، رونالدو يسدد، رونالدو صاروخ ماديرا يسجل، رونالدو يسجل بضربة حرة مباشرة، والله زمان يا رونالدو، والله زمان يا رونالدو، صاروخ ماديرا يعيد النصر من جديد إلى الملعب، رونالدو إيباسي وتاليسكا وإيباسي تاليسكا، روح النصر روح النصر روح النصر، تعيد النصر إلى المباراة بالهدف الثاني ليتقدم العالمي، ليتقدم العالمي، رونالدو وتاليسكا اثنين النصر واحد أبها، وهدف ثاني عن طريق تاليسكا. اسمع احتفال حفلة مرسول بارك برعاية تاليسكا بالهدف الثاني في الدقيقة 86. كل اللي هيشوفها هيفتكرها فراخ مقرمشة، لكن في الحقيقة هي مش فراخ أبدا، اللي انتوا شايفينه ده قرنبيط. لو جربتوا تعملوا القرنبيط بالطريقة دي بجد مش هتغيروا الطريقة دي أبدا، هيطلع معاكوا كريسبي ومقرمش من برة وطري من جوه، ده غير انه كمان ما بيشربش زيت نهائي وبيفضل مقرمش لفترة طويلة جدا، وغير كمان ان طريقته سهلة جدا واقتصادية، يعني مش هنستخدم فيها اكتر من بيضتين. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد خطير، الكفر اللي عليه ثابت وما بيقعش وطعمه حلو جدا، وشايفين بقى من جوه عاملة ازاي؟ كل اللي شافه ما صدقوش ان هو قرنبيط وافتكروه فراخ كنتاكي، والقرصة دي عملتها ببواقي القرنبيط، يعني القرنبيط اللي بيبقى في اخر السلق بيبقى مهري كده شوية برضو ما رميتوش، وعملت منه الجمال ده. كل اللي اكل منه طلب مني الطريقة، وانتوا كمان لو حابين تعرفوا الطريقة اكتبولي في الكومنتات، وهنزل لكم بالطريقة في الفيديو الجاي، وما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم فيديو جديد، ومع السلامة.